تعرفوا انه نحن سنوناتنا عم يطلعوا؟ نحن سنيننا عم يطلعوا ميرو؟ بلشين يحكونا وصايرين عم ناكل ايدينا او ما عم ننيم ماما وبابا كل الليل؟ ملاحظين؟ شو ايه مو ايه ايه انه عم تقولكن ايه انا هيك يعني انا بدي اتدلل على ماما وبابا. هاي هاي انتي مبسوطة عم تعزبي ماما وبابا؟ انتي مبسوطة؟ يي يي دخيلكن انا. يلا قولينو خلينا نسلم عليه هون. نحن مو عاملين انا وماما مقلب ببابا مبسوطين؟ ها يلا تعو. مرحبا اهلا وسهلا فيكم بعائلة ريتشي وننوج وميرا. كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بألف خير يا رب. واذا اول مرة بتشوفونا القناة ما تنسوا تعملوا سبسكرايب واللايك وتفعلوا الجرس لا تكونوا جزء من عائلتنا وعائلة ميرو حبيبي. ننوج شو الفيديو اليوم؟ حتسنيلي ايه ما بعرف. ما بتعرفي؟ يا جماعة فياني من النوم قومي دنصو ايش دنصو انا ما بعرف. انت عملتي فيني مقلب وهاي البنت اتفقت معك كمان. بنتي انا اتفقت مع ما علي اكيد عرفتوا. فانا اليوم معاقبه اليوم هيك خطر ببالي شيء معدتي عم توجعني هيك بتقروصني من الصبح وهيك ايه؟ بدي احلي درسي بصراحه ايه؟ فخطر في بالي خاطر انه تساوي لي شعيبيات. يا خاي شعيبيات ادلب وينكم ادال بثبتوا لي وجودكم عندي. شعيبيات اكله سوريه شو مشهوره ادلبيه حصرا وانا بحب الشعيبيات. كنت اطرق مشوار من حلب لاريحه لاجيب شعيبيات عرفتي شلون؟ أيوة. فهلا بتتفضلي مثل الشاطره بدنا نعلمهم كمان وده طعميهم جكاره فيكي ومطعميهم قبلك كمان. بالعاده بتزوريني هيك من ورا الكاميرا بتكوني عم تصوري مطعميني انا قبل؟ لا هالمره مطعميهم قبلك انت. هلا هيك صار الحكي مقلب الجن. انا عم بزورك انا تساوي فيني مقلب الجن يا جماعه. اللي عم يقول لي انه مقلب الجن الجن بيحكي بالفصحى وما بالفصحى شو اسمه شلون مشي علي المقلب؟ لا 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 99% من الجن وقت اللي بيتلبسوا عرفتوا بس هاي الجن هاي الجن بيهربوا منه وقت اللي بيتلبسوا بالبني ادم فبيحكوا باللغه العربيه الفصحى 99%. ماشي هاي المعلومه حطوها ببالكم لا تخلوا حدا يلعب عليكم ماشي. يلا تعال يلا لا تطلعي لا تطلعي فيني لا تطلعي. عندنا اربع كاسات طحين نفس هدول. اي مزبوط ماشي. عندنا كاسة ونص مي نفس الكاسة هدول هنن. هاي 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 كاسة ها هاي كاسة وهي نص مي خلصنا منهم. وعندنا هون هي شو هذا؟ شو ما بعرف ايش ايش حيطة هون ايش ايش مكترة هيك كل هالشيء. هاي نص معلقة كربونات الصوديوم. كربونات الصوديوم. عندنا هون نص كاسة شاي قطر سميل شايفين؟ هلا عم تسألوا ليش تغيرت الإضاءة؟ أنا بقلكم ليش لأنه لازم كلنا كل شيء بلبنان ابتسم ابتسم أنت في لبنان. هلا بتيجي معي. عندنا نص كاسة زيت هون كاسات شاي طبعا. ايوه نص بنص نص بنص شايفينها على قد. اوكم تكتروا كربونات الصوديوم اوكم. ما بصير بصير ما بصير لكن ليه ما اسمك ولا اعطيني اعطيني انا هاتي هاتي ايدك يا الله يا الله يا ريت بموت بموت انا بموت. القطر عشقي بتكتري لي قطر ها بدي اياه هيك سميك مع الشعيبيات ماشي حماد ما بصير. وين رايح طيب؟ رح احكي معهم كنت صحيح بتاكلوا قطر؟ لا لا حسيت اصبعتي ما بصير ضروري يكون سميك. ايه اكيد ضروري لكن بدنا شغله بدنا شغله نرجع لعندك ننوش ما بدنا هيك. نتحسن بعدين. مبسوطه ايه ضرب المقلب اكيد مبسوطه انا كل ما قلبي دخيل قلبه متابعينا. وعندنا هون هاي النص طبعا المي تدريجيا يا جماعه حطوه حطيت كربونات الصوديوم ننوش. يلا دعكي دعكي حبيبتي دعكي حياتي انت شعبيات. لا اكلت شعبيات انا اليوم. لا اكلت شعبيات. مو بدك تاكل شيء على القصور؟ ايه ايه شو ايه؟ يلا بدها تطالع من عيني والله بدها تطالع من عيني بدها تطعميني عصفور وبدها ايش اسمه عرفتوا؟ فهمتوا علي يلا الفهم هي خبرني. وهلا شو بدك تعملي؟ ما كنتم شايفين خلصت العجينه دهن زيت عادي زيت قلي يعني تحت وعلى الوجه هيك. هلا بنغطيها بترتاح حوالي نص ساعة. ايه بنبلش بعدين فيها. بدها شغل كثير انا عم اقول لك. شو بدها شغل كثير؟ يعني اقعد فكر رح دغري هيك رح تاكل يلا عجلنا وخلصنا و ما بصير. ما بصير. عم تسحب تحكي عم تحكي بمصطلحاتي كمان ما بصير. اقوم لك ها؟ اقوم لك ها؟ شلونكي؟ ايش اخباركي؟
ان شاء الله زينكي زينكي؟ نعم أم اللهجة تبكي في الزاوية. طيب يلا خلص بنخلصها هلا نص ساعة وبنرجع يلا خشمك 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 حبايبي. خلصت العجينة بدنا نعملها. شايفين شلون حمال يا عيني؟ بنسوي لها جدولات مثل شعر منوش. يعني كم شايبية أنا بطلع لي؟ ما بعرف حسب. بدك اياه قطعة كبيرة قطعة صغيرة شلون بدك تعملها؟ أنا إذا قد هالطاولة ما بقول لا حبيبي بتعرفيني. هلا حبارتك ما في دقيقة بتقلي. يلا مشان نتعلم وتساوي مقالب. بدك تريح 10 دقايق كمان وبنرجع. لسه كل شوي بدها تريح؟ ايه. وأنا ايوه يلا. بدها شوي كثير. 10 دقايق بترجع بتريح بعد شوي ولا ايش بدها تسوي؟ ايه كل مرحله بدها تريح شوي. كل مرحله بدها تريح؟ لا هلا عم تدهن الصينيه زيت ننوش اكيد منشان ما تلزق مو هيك؟ براو عليكي. ايش بدك تسوي فيهم بس تطلعين؟ من جهتين حط لهم زيت هيك وهيك. هلا كل هاد الشعبيات اللي بيعذبوا ايه انت عرفت تاخذ حقك بس بسيطة ماشي الحال. يلا هلا كمان بنترك لهم يرتاحوا شي 10 دقائق كمان. كمان تريحوا 10 دقائق ايوه بنكون متنا. سهل تحرر تطلبوا مرة ثانية ماشي؟ ماشي المرة الجاية بتشتغلشي فيهم قبل بيوم او بالليل بعدين بروح بحط راسي هيك وبنام وبفي بتصبح بالشعبيات. ليش صباحي ما عم يعجبك؟ لا شلون لك يا جماعة؟ والله يا ننوش ايش بك؟ هاي طاولة حماد ايش بك؟ بعد الفيديو. لا يا ننوش مقلب الجن طلع من مناخيري. شكرا يرتاح 10 دقايق. الزبدة بدها عملان ما هي معمولة وخالصة. لا هون أول شيء ممنوع تكون البراد، تكون برا البراد كرمال تنعجن معكم. أيوه. طبعا بتحبوا تحطوا سمنة عادية فيكم تحطوا سمنة عربي. سمن عربي انا هيك ضايع لا اكل هذا السمن البلدي سمن العربي الغنم. ايش هي الزبدة؟ ايه عيفونا ما في احلى من الطبيعي. شايفين هاي السمنة؟ ما بصير كانت ما بدها تحط. لا بدك تحطي. لا هو بنحط لها فيكم تحطوا سمن عربي عشان الطعم فيكم تحطوا سمن عادي يعني موجود. الزبدة حط السمنة هلا معجنوهم مع بعض كثير منيح. الزبدة مهمة هي والسمنة كرمال القرشة يلي بالشعبيات مشان القرشة. ايوه فيكم تعجنوها بايدكم فيكم تحطوها بخلاط بس فضل بايد خلاط ممكن يحترق. بالايد بالايد معك. ايه ايه وريع قلبي بغلي بس اشوف هالشوف يعني. هلا ارتاحوا 10 دقايق هدول العجينة حط زيت ناخذ قطعة. ننوش كسرة عصاية المساحة. لا شو هاي؟ في عندي شوبة كبير في عندي صغير انا بحب اشتغل هذا القصير. ترقوها منيح صارت شفافة مو بس رقوها حياتي. هاي الزبدة ايوه ايش بدك تسوي بالزبدة؟ أنا زبدة حبيبي. ايوه ايش بدي اعملي؟ شو بدي اعمل؟ بدي اتركيها هيك ما تشوفها؟ لا ما خذ نفسي علي تعال اشتغل عني. I'm sorry انا سوري صناعة حلبية. منطبقة هيك؟ منطبقة؟ انا اتركي لي التطبيق لإلي انا كنت اشطر مني بزماناتي بالتطبيق ما في. الله يستر. انت بتعرفي عز المعرفة يعني. ايش بعرف؟ ما بتعرفي شيء. ميتشو حياتي. لا صعيب وقتها انت طبقتيني ما انا طبقتك. هيك سؤال حكي بسيطة. انا طبقتك محادثات موجودة ماشي؟ محتفظة فيهم ما بتحذف شيء. اوكي يا جماعة هلا رح تعملهم هيك وترجع لكم ننوش. بدهم يرتاحوا كمان 10 دقايق. كمان بدي يرتاحوا 10 دقايق. ايوه. ننوش خلص حاش تبكي. خلص حياتي مو انه انت السبب يعني. ليش عملت لك انا؟ يا جماعه انا عامله فاصوليه بندوره ماشي وتوم وكزبره وهي ما راح طبختها. فاصوليه بزيت فاصوليه بزيت. هل بتعرف ناكل فاصوليه بزيت؟ قال لا ما عبالي.
عمل لي ورشة، أول شيء ريحة السمنة قتلتني. أخذت من هاي السمنة. وغير هيك بصل وفليفلة حرة، عيوني عن جد بتسترجعوني. طلع عمال. فليفلة، بندورة أو فليفلة وبصل وبتحطوا بهارات وشوية ملح. حطوا بيض على جنب. هلا بلش تصير، هلا بنحط وبنرش عليها رشة موزاريلا وبتاكلوا أصابعكم وراها. شايفين كيف بدها تنمط؟ بصير تمط. وايش بتعملي؟ بلفها. بتلفيها. ضروري هاي كثير المطة كرمال تطلع شعبية منيحة. طبعا كلهم هيك بدهم يصيروا. هلا هي خالصة؟ وين العشطة؟ ما حطيتي بقلبها شيء؟ لا بعد بدها تريح. كمان بدها تريح؟ الله ربي منيحة بساوي اكل. يلا بشطف تمي فيهم هذول، بشطف تمي. طبعا بتدهنون زيت كرمالها. هلا كلهم رح نعملهم بهالطريقة، بس اهم شيء يمطوا معكم كثير منيح كرمال تطلع قشو. شايفين هيك وجه حبيب بده يطلع؟ بدنا نرجع نرقى، بس هدول هلا بنريحهم بالبراد ربع ساعة. غطوهم اكيد ربع ساعة البراد وبنرجع. هلا صار وقت الحشي يعني بعد ما ان شاء الله. ايه كل ما مطيتوها اكثر العجين ولفيتوها زيادة بتعطي طبقات اكثر بالشعبيات. لك بتعمل طبقات. هلا بتعرفوا شو يعني الطبقات، في منهم هلا ما بيعرفوا ليش عم تمطيها. هلا على الواقع ببين معكم. هاي خزنتها انا بالصيف، مو بقولوا لك؟ لا مو بيقولوا خبي قرشك الابيض ليومك الاسود، وانا كمان بخبي لبطني ليومه الاسود. عرفتوا شلون؟ نفس الشيء. هاي قشطة، هاي ما بنباع، بتلاقي تجيب لي هاي القشطة تبع المعامل تبع الهي اوعها، بتروح شو اسمه جماعة الدايت بركوا على جنب، واللي بخاف من الكوليسترول يروحوا لهنيك كمان. هدول هاي اهم بيريحوها ولا ما بيريحوها؟ لا خلص طبعا مشغل الفرن. اجت عينهم على المكسرات، تاكلوا مكسرات حمام، بدو يدكم، لا تغجلوا لا تغجلوا. انا بضل بروح بجيب بنقرش. هلا حياتي بدك اياهم هيك كلهم مطورين ولا اعمل لك شيء دائري؟ عملي مدورات. هاي اذا تنزل في قلبي مطاولة يعني؟ بس قولي لي ابوس ايدكم. ايش السؤال هذا؟ الحلبي اهم شيء عنده انه ياكل. بدها تنزل مثل ما هي مطاولة ولا مدورة؟ بدها تنعجن، بدها تنطحن، بس دخلت على المطحنة ما بقى غير اشو بخلصها. خلص بدها تنبلع. روحي كترك. شو تحط ايدك؟ ايدك ايدك بدي اشوف كترة كأنه. لا لا منيحة. هلا بنحط العجين، العجين بنحط القشطة. هلا ما بتواجد القشطة فيه يحط ايه اكيد قريشة. صح ايوه ايوه هي النوش. لك لك ملكة. روح ان شاء الله كل واحد يتجوز الله يبعث له وحده مثل النوش. الهي وانت جاي. الله يحيي البطنة اللي حملك اللي هي حماتي. عرفتوا؟ يحيي البطنة اللي حملها اللي هي حماتي. ليكون مو قلتك حماتي. اشتغلي اشتغلي انت ايش بدك؟ حماتي شلون يعني ما تعجبني؟ طيب فرجيها التسكيرة، هي تلات وحدة ما بيشوفوا التسكيرة. بدي يقولوا لبق دخلي معك على المطبخ لنفهم منك شلون عم تشتغلي. ما بس بيرجع بعيد الفيديو. ايه عادي عادي. ايه التسكيرة ايوه ايوه ايوه. اليوم يا عين عمك الوضع خطير. اشو يا خاي؟ اشو مو اشو يا خاي. اشو؟ اشو يا خاي. اشو؟ اشبك لك؟ طبعا لانوش برضو صغيرة حياتي. طيب ماشي ماشي خلص حطيها ماشي امرك. اول مرة معلش اول مرة بتساوي يا لانوش. لازم كل وقت تكون كبرة يعني. كبيرة لكان كبيرة. انا حبيت الدواء ما حبيت هيك مطولة. عملي هيك وعملي هيك ما بسير. وهلا يا جماعة بس بدنا نحطهم بالفرن بنخبركم. اهم شغله اهم شغله انت عم تشتري كم بتشغل الفرن كمان يحمى. ايه شغلوا الفرن لازم يكون حامي مثل ما هلا ننوش حضرت جنابه مشغلته. عرفت يا عيني؟ وهي ننوش خلصتهم شايفين حمال طبعا سخنة. ركبنا عليهم اكيد القطر. ايوه هدول هنن شعبيات ادلب. والله يفضحونا الأذار في سطر عمان. طيبة دادوهن هادي يأكلوهن زماعة. أنا أكلت وحدة. إمتى أكلتي وحدة؟ نمت شوي أنا. إيه أنا ما تحملت الريحة يعني ما أدري القوامة فأنا أكلت طيب وحدي. ماشي أنا هاي البقية من قطعتي. البقية من قطعتك ما؟
انا نمت شوي من قهري منه انه ما بقى يخلصوا، حطيت راسي ونمت عم راحت. هي هي دخيلك يا امي، بس ما بنصحكم تحطوا سمنة عربي. ليش؟ كثير كثير. انا بنصحكم شوفوا لي قلب حماد شايفينها هيك بدها تطلع، ما بصير والله اول مره نحن بنعملها، بس طيبه شغل تمكن سخني هذا دبل ليه سخني هذا تحرق وتمكن صحتين وهلا شلون تاكل قبل البنات وبيك؟ هلا بقرف وما بياكلوا ضيع هات الطرف الثاني بنات لانه حساسات ما بصير صحتين وهلا الله يعطيك العافيه فدوش صحتين حياتي لسه بتسوي فيني مقالب؟ ايه بابا التعليقات عنا كانت على مقلب ننوج مقلب الجن عباره عن شخيت فوق اهلي على صوتي فوق جوزي على صوتي وبعد كله شخيت كلكم شخيت المره الجايه تحفظوا ضحينكم ما بكفي انا ادخل على التواليت وقت استرجي صوت وقف لي برا بنحبكم كثير بشوفكم فيديو جديد حطوا لايك لهالفيديو واشتركوا بالقناه وفعلوا الجرس لان اخذكم اطعميكم شعبيات اخذكم تش ايوه وإذا عجبكم الطريقة هاي بذوقها وعملتوها بالبيت بعتولي على الانستغرام وحسابي سببنا بصندوق الوصف هذا حسابي أنا تبعتولي هو ما دخله بالطبخ شلون لا 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 أنا عم بطعميهم بدي يطعموني هي الشيء حكيها أيوه ما بصير يلا بحبكم كثير باي.